إذن عدنا معكم أيضا الآن تغطية فعالية جامعتي في خدمتي، وتقيمها جامعة الملك سعود هذه الفعالية التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكيد هي مبادرة جميلة لخدمة هذه الفئة. نتحدث عن تفاصيل كثيرة عن هذه الفعالية مع الأستاذة نورة الزامل، وهي أخصائية اجتماعية بجامعة الملك سعود. هلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله. هلا وسهلا، يا هلا. حدثينا يعني فعلا عن هذه الفعالية الأكثر من رائعة، جامعتي في خدمتي، والهدف أيضا منها وما تقدمه الجامعة أساسا لذوي الاحتياجات الخاصة. احتفلت المدينة الجامعية للطالبات بفعالية جامعتي في خدمتي يوم الأحد. نعم. طبعا تهدف بنشر تعريف الخدمات المقدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. من طالبات ومنسوبات الجامعة. طبعا الهدف منها خلق بيئة جامعية داعمة. نعم. تهدف إلى نشر التوعية بمنسوبات الجامعة من كوادر وظيفية وأعضاء هيئة التدريس. نعم. طبعا نوعيهم بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الخدمات المقدمة لهم في جميع قطاعات الدولة. طبعا ضمن هذه الفعالية يقام معرض مصاحب في البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية، يشارك فيه أكثر من جهة داخلية وخارجية، من داخل الجامعة وخارجها، مثل جمعية كثيف، جمعية الأطفال المعاقين، جمعية حركية، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومركز التأهيل الشامل، مركز الرعاية النهارية للأطفال المعاقين، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، ومركز مدار احتياجات خاصة، وكمان جمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأحوال المدنية، كمان مشاركين بخدمة عشر. جميل. طبعا يقام أيضا برنامج ثقافي على هامش المعرض، طبعا يشهد 4 جلسات حوارية إضافة إلى عدد من ورش العمل. طبعا تتنوع من ورش عمل خاصة بالصم، مثل ثنائية الثقافة وثنائية اللغة وطريقة التمييز الإيجابية، وكمان أيضا تجربة جامعة الملك سعود في تأهيل الصم وتمكينهم لإكمال تعليمهم العالي. كمان بالنسبة لمركز الاحتياجات الخاصة، مشارك في مجموعة من الورش والجلسات الحوارية، مثل التقنيات المساعدة للاحتياجات الخاصة، الاحتياج البصري مثلا، للتعامل مع السامعين، واكتشاف صعوبات التعلم لدى الطالب الجامعي، وطبعا كيف نخرج اشخاص ذوي الاعاقه من علبه الاعاقه. وكمان ايضا في جلسات حواريه غدا باذن الله، جلسه قدراتي قد تفوق توقعاتك، ومؤامره التخصصات الجامعيه واحتياجات سوق العمل. جميل جدا. طبعا مركز الاحتياجات الخاصه بالجامعه يشارك ايضا في المعرض المصاحب عده فعاليات، من اهمها جرب العصا البيضاء. طبعا العصا البيضاء هذه للكثير، نمكن الطلاب والاعضاء التدريس انه يستخدمونها ويعيشون تجربه الطالب الكثير. ممتاز. ايضا شاركت معنا الفنانه زهره الضامن، وهي من طالبات المركز الكثيفات، بنحت مجسمات فنيه امام طالبات واعضاء التدريس في الجامعه. طبعا الفعاليه باذن الله تستمر الى نهايه الاسبوع الحالي باذن الله، تختتم الفعاليه يوم الخميس. جميل. ان شاء الله. الله يعطيكم الف عافيه. كلمه اخيره ودك تقوليها استاذه نوره، ماذا تقولي؟ طبعا الفئات الخاصه فئه غاليه وعزيزه على الجميع، افراد المجتمع. احنا طبعا نساهم ان نوصل رساله انه الفئات الخاصه هم جزء منا، وهم اشخاص قادرين ما يفرقون عن الاشخاص التابعين باي شيء، وبس احنا نمكنهم وباذن الله بنشوف نجاح عظيم لهم. الله يعطيك الف عافيه استاذه نوره الزاملي، اتمنى لكم كل التوفيق. فعلا الاهتمام بهذه الفئه تحديدا ذوي الاحتياجات الخاصه ليصبحوا فعلا اعضاء فعالين في المجتمع، من اروع بالتاكيد يعني مثل هذه الفعاليات اقامتها للاهتمام بهم ايضا ودمجهم مع زملائهم الاسوياء. شكرا جزيلا لك يا استاذه نوره الزامل، اخصائيه اجتماعيه بجامعه الملك سعود، اتمنى لكم كل التوفيق بهذه الفعاليه الانسانيه. شكرا لك. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم، هناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا اكيد.